Bonsoir à tous, dans ce Prisma Live. Comme à chaque fois, on essaye à travers ces émissions qu'on aborde la situation politique ou économique en Algérie. Mais là, on a essayé de faire un nouveau format. Le but, c'est d'aller fouiller un peu dans certains concepts qu'on utilise au quotidien, mais finalement, peut-être qu'on n'a pas du tout la maîtrise scientifique ou politique de certains concepts qu'on utilise. À travers cette initiative, on va faire appel à chaque fois à des spécialistes, à des personnes qui sont spécialisées dans leur domaine, pour qu'ils nous apportent cette expertise et ces définitions pour remettre les concepts dans le bon contexte. Aujourd'hui, on a je vais dire, l'honneur de recevoir un professeur de linguistique et anthropologue qui a travaillé beaucoup sur les questions de langue et de l'identité. Je pense qu'il n'y a pas mieux comme personne pour nous parler sur ces questions. J'ai le plaisir d'inviter Monsieur Dourari, qui est professeur en linguistique et anthropologue. Je vais juste dire un petit mot par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Ce sera un ensemble d'émissions qu'on va faire en direct, qu'on partage sur les réseaux sociaux, sur la question de l'identité et sur la question de langue. Ça sera sur plusieurs étapes. Mais c'est un format court de 30 minutes où Monsieur Dourari va à chaque fois essayer de nous éclaircir, de mettre des points sur certains concepts pour que nous puissions comprendre et surtout bien les utiliser. Voilà, peut-être sans tarder, je vais laisser la parole à Monsieur Dourari de se présenter et après on rentre directement dans le vif du sujet qui est la question d'identité, tout simplement, c'est quoi une identité? Voilà. Monsieur Dourari, c'est à vous. شكرا اخواتي واخواني من يتابعون هذا الفيديو السلام عليكم. هذه القضيه وهي قضيه الهويه هكذا تسمى باللغه العربيه، واود في البدايه ان اشرح لماذا سميت بالعربيه الهويه، لان هذه القضيه في الواقع بدأت عند الفلاسفة العرب في بداياتهم. ففي هذه البداية اعتمدوا على الفلاسفة السريانيين والمترجمين السريانيين الذين كانوا يشتغلون على أعمال الفلاسفة اليونانيين. القضية أنه اللغة العربية هي من اللغات التنمية الحامية، هذا معلوم عند جميع الناس. ما لا يعرفه جميع الناس هو أن اللغة اليونانية هي من فصيلة اللغات الهندو أوروبية. الاشتغال البنوي بالنسبة للفصيلة الهندو أوروبية التي تعد كذلك تعد الإيرانية من بينها، ليس لها نفس الاشتغال كالذي لفصيلة اللغات السامية الحامية بمن فيها اللغات الأمازيغية. الفرق موجود في نقطة أساسية هو ما يسمى ب لو فيرب اتر، هذا لو فيرب اتر واللي يسموه لا كوبول اتر، كما نقولوا مثلا محمد ولا الفريد اي دوبو، اي دوبو هذاك او اس تي، هذا لو فيرب اتر هذا ولا لوكسيليير، ما غير موجود في كل اللغات السامية الحامية. فلما ترجم السوريان
من اليونانية الفلسفة إلى العربية وجدوا أنفسهم في تشكيل ما يسمى بالمسند والمسند إليه ولا الجملة الإسنادية c'est-à-dire la formule prédicative عندهم مشكل لأنه هذا الفعل هذا المساعد كان غير موجودا فهناك من اقترح بأن يستبدل هذا بالضمير هو كأن تقول محمد هو واقف أو محمد هو أجنبي أو محمد هو عربي أو محمد هو أمازيغي أو هو طويل أو هو إلى غير ذلك فبدل من محمد إيغران داروا محمد هو كبير ولهذا الواقع لا ستكتور بريديكاتيف avec ما كوبول du verbe être هي اللي تعطينا قضية الهوية أو أن une espèce de même thé يعني هذا يساوي هذا فسميت الهوية لأننا بالعودة إلى هذا الضمير الضمير الغائب واللي هو هو والذي استعمل إذن كمقابل ل الفيرب اف هذا اللي موجود في اليونانية وفي كل اللغات الهندو أوروبية قلت بما في ذلك اللغة الإيرانية وهذا مهم جدا حتى نذكر أن مثلا في الإيرانية نلقاو في باش ما نطولش بزاف في القضية الفلسفية لكنها مهمة جدا مثلا الفارابي وهو كان من نحاة عفوا كان من الفلاسفة العرب وهو من أصول تركية اللغة التركية عندهم هذا الاسم هذا كان ما هو الاسم المهم يعني استقروا على أن على أن النوسيون ديدونتيتي نسموها الهوية يعني نسبة إلى هو دونك ندخلوا في قضية الهوية في حد ذاتها من الناحية المنطقية كما من الناحية الأنثروبولوجية لما نتكلم عن الهوية نتكلم في آن واحد عن شيئين مختلفين أو متناقضين نتكلم عن التماهي c'est-à-dire l'identité la même ونتكلم كذلك عن الاختلاف يعني l'identité elle présuppose la même thé et la différence يعني كأننا في مجموعة معينة كلنا نتشابه نتماهى نتساوى في مجموعة من العوامل وبهذه المجموعة من العوامل نختلف عن الآخرين لهذا لما نتكلم عن الهوية نتكلم عن الأنا أنا لموا ولا لنو أو النحن وهذا النحن أو هذا الأنا يقابله مباشرة يعني طرف آخر اسمه الآخر أو الأنت أو الأنتم لما نتكلم نخاطب دائما إنسان آخر ويعني هوية أخرى إذن هذه هي قضية الهوية إذن تفترض أو تستلزم التشابه والتماهي من ناحية وتقتضي من ناحية أخرى الاختلاف يعني نختلف بمجموعة من العناصر هذا الآخر نختلف عنه ونتماهى بمجموعة من العناصر مع من ينتمي إلى مجموعة النحن هذا أو الأنا إلا أن ما ينساه الناس أنه هذه المصطلحات تعود إلى قديم الزمان حيث كانت المجتمعات منطوية على بعضها فمثلا تجد داخل القبيلة كان المجتمعات كانت قبلية يعني هذو سي لي زيتود اثنوغرافيك بريزونت يعني شعوب كانت ليست شعوب تعيش في كما في القرن العشرين ولا الواحد وعشرين في مجتمعات كبيرة وفي دول كبيرة تجمع
في الحقيقة شعوب يعني بأعداد كبيرة جدا. فكانت الهوية آنذاك بسيطة جدا، من ينتمي إلى قبيلتك فهو منك، ومن لا ينتمي إلى قبيلتك فهو ليس منك. نأخذ مثلا على سبيل المثال وليس الحصر، الشعوب الأمازيغية التي كانت تعيش في شمال إفريقيا من سيوا إلى الجزر الخليدة وإلى حد دول الساحل يعني المالي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا إلى غير ذلك، كل هذه البقعة الجغرافية هي كذلك لها بعد تاريخي وأنثروبولوجي، لكن التنظيم الاجتماعي فيها يعني التنظيم السياسي كما درسه كثير من الأخصائيين مثلا أمثال جلنار ولا آخرين. جلنار ليس من أحسن من درس هذه النقطة، وأنا شخصيا أختلف معه في طرحه، لكن الذي بينه جلنار أن هذه المجتمعات كانت مجتمعات قبلية، فلما نتكلم عن القبائل فكل هذه المنطقة كانت على شكل قبائل، وكانت مثلا تجمع كما نتكلم مثلا على المنطقة القبائل أو الأمازيغ الموجودين في الجزائر، ونفس الشيء كنا نلقاوه مثلا في بلاد المغرب، وتلقى باللي كان العائلة هي النواة الأولى نتاع الهوية، إذا الانتماء إلى إلى عائلة، ثم ننتمي إلى آخر روب أو توفيق أو تجمع أو العرش إلى غير ذلك، على الرغم من أن العرش بذاته ما كانش عنده وجود براغمائي إن أفي با إن إكزيستونس براغماتيك دون لا مزيغ أو إل يا إي إون أو دو ريليون تاع العروش. هذا العروش يعني لم يجتمعوا كثيرا، هذه في منطقة القبائل pour la précision. ويبدو لي كذلك الحال في مثلا في المملكة المغربية. فهذا التنظيم هذا يجعلك تتصور الهوية، شو مليح على المفردة هذه، ماشي مستعملة هكذا عبثا، قلنا نتصور الهوية، تصور كيكون داخل العائلة، الهوية داخل العائلة هي نفسها تدخل في تركيبات أوسع، تدخل إذن في قلت آخر روب أو تجمع أو التوفيق إلى غير ذلك، c'est une série d'emboîtements et c'est ça la représentation identitaire. وكأن الإنسان يمكن أن ينتمي إلى جماعة، هذه التجمع هذه ينتمي إليها ويعترف بأنه منها، يعني داخلة فيما سميته في البداية بأن نحن يعني جزء منه وهو جزء منها، لكن مع ذلك ما درجة الانتماء إلى هذه الدرجة الكبرى إلى إلى إلى, إلى تجمع يكون أقل إحكاما منه إلى درجة الانتماء في العائلة، إما يكون مثلا لو ميم نون ولا ما يكونش لو ميم نون، هذه هي القضية. دونك يعني دوغري disons de particularité si vous voulez du lien, la force du lien ما تكونش يعني هي قوة العلاقة الارتباط يعني تاع الهويتي ما تقدرش تكون بنفس الدرجة لما نتكلم عن العائلة التي لها نفس الاسم ومثلا مع تجمع وهكذا. لكن التنظيمات الحديثة الهوية لا تبقى في هذا المستوى أبدا، بل استبدلت يعني استبقوا يعني ما سيأتي في الحديث مفصلا. الآن قضية الهوية أصبحت وكأنها تجاوزها الزمن في جميع بلدان العالم ابتداء تقريبا من القرن 19 مع ميلاد ما يسمى بالدولة الأمة. فالهوية أصبحت أوسع مجالا، c'est un ensemble beaucoup plus large que l'ensemble qu'il représentait lorsqu'on était dans la vie tribale etc. هذا التوسع جعل مثلا ألمانيا
فخرج كانت النمسا من جهة وكانت ألمانيا من جهة وكل الدول التي كانت تستعمل اللغة الألمانية يعني كانت دول مختلفة ولا قبائل مختلفة، لكن ألمانيا مع بيسمارك ومع ميلاد اللي سموها دي غروس دويتشلاند يعني الألمانية الكبرى يعني توحدت على قضية اللغة. راني نحط مجموعة من المعالم نشتاو عليها، اللغة كعامل موحد على مستوى وطن من الأوطان. استبدلت في الواقع قضية الهوية بقضية المواطنة المدنية. باش علاش نقول مواطنة المدنية؟ نقصد بها لا سيتوينتي، ما نقدرش نقول المواطنة فقط لأن المواطنة هي لا كو ناسيوناليتي التي نترجموها باللغة الفرنسية. Monsieur Dourali, c'est l'opposition à la citoyenneté religieuse ou pas? C'est juste la citoyenneté religieuse. Il y a une appartenance à une religion. Une appartenance, la citoyenneté, c'est l'appartenance à un grand ensemble qui est réglé par les lois et un contrat social par lequel on annonce qu'on vit ensemble, qu'on s'intéresse aux intérêts des uns et des autres, et qu'on les protège collectivement, mais en même temps qu'on est libre de garder certaines spécificités. Très bien. يسميها فقط المدنية هو شيء أكبر من تواجد مع أناس آخرين في رقعة ترابية واحدة يعني وطن واحد، يعني هو أن تشارك في بناء الدولة وتناقش أمور الدولة، الأمور السياسية والأمور العسكرية والأمور الاقتصادية إلى غير ذلك، يعني كل ما يهم الجماعة يهمك تشارك فيه سواء أكان من مصالحك يعني في مصلحتك أم في غير مصلحتك، مثلا تشارك لما يكون محاولة غزو هذا الوطن أو هذه الدولة، أنت تشارك بمالك وبنفسك وبأولادك وبأقاربك إلى غير ذلك، ويمكن أن تموت عن هذا الوطن، لكن مع ذلك لما يكون السلم فأنت تشارك الآخرين كذلك في الثروات وفي الغنى وفي التقدم إلى غير ذلك. هذه هي الفرق بين المواطنة والمواطنة المدنية أو المدنية. لكن كاين فرق كبير جدا من الهوية اللي هو في العموم يعتبر من ناحية الأنثروبولوجية انزواء على النفس غفلة سوا، بينما المواطنة هو التفتح على الآخر. هذا قلنا بدا كاين الأنا وكاين الأنت أو النحن والأنتم، إذا هذه الجماعة التي كانت تسمى نحن تصبح أنو يديلاتي يعني توسع سعة كبيرة، يخرج من القبيلة ويخرج من العائلة ويخرج من تجمع إلى غير ذلك ويدخل في تنظيم يعني في مجموعة بالمعنى الرياضي دي زانسوم ان انسوم دو بوكو بلو كرون اي كي ريجي بار لي لوا. يعني الفرق بين المجموعة تاع الهوية تسيرها علاقات الدم لي رابور اغناتيك، بينما العلاقات في المجتمعات الحديثة والمبنية على المواطنة المدنية العلاقات بين البشر انه عقد اجتماعي وسياسي يعطي مجموعه من الواجبات على جميع افراد المجتمع وافراد هذه المواطنه. كل المواطنين المدنيين هم لهم واجبات ولهم حقوق، وهذه الحقوق وهذه الواجبات متساويه، ما كانش واحد اكثر من غيره. وتكون كذلك قواعد اللعبة السياسية وتسيير مصالح الأفراد يعني المواطنين المدنيين تكون على أساس
مثلا 12 دستور، هذا اللي يسموه الكونترا دو باز، وهذا الدستور يوزع حتى السلطات، يعني حتى مثلا من يقوم بتدير الامور السياسيه يعني الشؤون العامه ليس له الحق في ان مثلا يتغول على المواطن، والمواطن كذلك ليس له الحق بان يتغول كذلك على المسيرين. ولهذا من ناحية التطور التاريخي للتنظيمات الاجتماعية للبشرية، نحن الآن عموما نميل إلى استعمال مصطلح المواطنة المدنية أكثر من قضية الهوية، بل لأن الهوية إذن تعطينا une vision segmentaire de la société، وكأنه الإنسان لما يغادر مثلا القرية تاعو وكأنه غادر البشرية ويدخل في مجال التوحش. هذا التصورات القديمة، وهذه الكلام هذا الفكر هذا اللي قلتها الآن أو المثال هذا اللي قلته الآن ليس من صنيعتي، بل في الواقع يعني كي يعطى أمثلة مثلا عن كلود ليفي-ستروس في كتاب مشهور اللي اسمه بالمناسبة اسمه ليدنتيتي. إذن القضية لماذا مثلا الآن المجتمع الجزائري، لكن ليس في المجتمع الجزائري فقط، لكن هذه القضية مطروحة على جميع ما يسمى بالعالم العربي. أقول ما يسمى بالعالم العربي لأنه في التسمية ذاتها نجد لماذا هناك مشكل هويتي، لأنه على الرغم من أنه يمكن في البداية كانت النية حسنة، النية أنه هناك شعوب مختلفة، ثقافات مختلفة، أجناس بشرية مختلفة تجتمع كلها تحت راية واحدة اللي هي راية العروبة والإسلام. يمكن الفكرة في البداية كانت فكرة معقولة، المهم أنه كان فيه تسرع. نعطي مثال آخر تحت المجتمعات البشرية، الولايات الأمريكية المتحدة. هذه الولايات المتحدة كل ولاية عندها قوانينها، سيرها، عندها تضبط العلاقات الاجتماعية بشكل خاص، يعني وكأن التنظيم على مستوى الدولة الفيدرالية لا يفرض بشكل متيبس على جميع التراب تاع الولايات المتحدة. طبعا هناك أشياء مشتركة، لكن هناك خصوصيات يعترف بها، حتى المجتمع يقال عنه أنه متعدد الثقافات، ملتي كولتورال. طبعا ملتي كولتورال ماشي معناها يعني ما الجنة، لا، مش هذا هو المشكل. القضية أنه التنظيم القانوني للتجمعات البشرية ينبغي أن يكون مطابق بشكل حيث أن الجماعة تنتمي إليه بمحض إرادتها، ليس بالقوة وإنما فقط بالإرادة، لأن الإنسان يلقى مصلحته. أنت مثلا عندك مجموعة من الناس عندهم مشاريع، تلقى مصلحتك معهم مشي معهم، هكذا في قضايا الدولة وعلى مستوى عام. لكن لما نعود إلى هذا المجموعة هذه اللي سميناها العالم العربي ولا العالم العربي الإسلامي ولا الأمة العربية ولا الأمة العربية الإسلامية، نجد بأنه أراد أن يمحو، وهذا هو المشكل. وهذه الأمور التي أتكلم عليها لست الأول من تكلم في هذا الموضوع ولست الأخير، لأن القضية قديمة جدا. أعطي مثال، هو الكاتب العملاق المصري طه حسين، يعني يكتب أربع أجزاء ولا خمس أجزاء من كتاب مستقبل الثقافة في مصر،
وحيث ناقش كل هذه القضايا. هذه القضايا يعني تقريبا تواصلت مع منذ بداية توسع الإمبراطورية الإسلامية أو العربية الإسلامية تقريبا منذ نهاية القرن السابع الميلادي. يعني أصبحت القضية مطروحة، فهناك طرحين، هناك من يقبل بأن هذه الشعوب تبقى مثلا شعوب شمال إفريقيا تبقى في هويتها وفي لغاتها وتنتمي فقط إلى الإسلام وتستعمل اللغة التي كانت أنذاك مهيمنة هي اللغة العربية، وهناك من كان يقول بأنه لابد من في القرن الثامن الميلادي مثلا، يعني كان فيه طرح بعد تنميط اللغة العربية ستاندرديزاسيون دو لا لونغ اراب، أول خطوة اندرت في باتيكون ديبي دو نافيام سيكل دو لير كريتيان. فحينئذ هناك من قرر بأن هذه الشعوب إن أردت أن تنتمي إلى هذا الإمبراطورية الإسلامية كان عليها أن تقبل باستعمال اللغة العربية الكلاسيكية آنذاك التي تسمح لجميع هذه الأقطار بأن تتخاطب، يعني استعملوا لغة مشتركة هي كانت هذه اللغة العربية. وهذا ما حدث. القضية أنه لما تجد هناك مجموعة من الفاعلين الاجتماعيين يدخلون في نوع من الغلو فيفرضون على الجماعات البشرية التي لها تاريخها والتي لها ثقافتها والتي لها لغاتها ولها ألوانها ولها شعرها ولها إلى مميزاتها الأنثروبولوجية، لما يريدون يحاولون أن يفرضوا عليهم ما ليس من ثقافتهم ويريدون أن يقوموا بمحو هذه الثقافات أو هذه الهويات، هذا ما سيخلق ما يسمى بفقدان الهوية، manque identitaire. يعني لا يمكن أن تصبح الهوية مسألة إشكالية إلا إذا افتقد شعب من الشعوب هويته، وكيف يفتقدها إن لم تكن عن طريق نوع من التسلط للجماعات المسيرة les groupes qui sont au pouvoir dans leur gestion de ce qui s'appelle l'État. Ils vont imposer des modes d'appartenance qui ne sont pas dans l'intérêt des gens, qui remettent en question les représentations identitaires, les représentations de soi et du nous de cette population. ولهذا نذكر فقط أنه في التحديد تاعنا تعريف اللي قدمناه في البداية الهوية قلت من معنا يعني نحن ومن في مقابلنا يعني الأنتم c'est-à-dire le moi et l'autre. إذا كان حبينا نوسعوا لو نو هذا نديروا على مستوى الناسيون ان ايتا بالمعنى الحديث، نتكلموا عن الدولة، نتكلموا على حدود ترابية معترف بها دوليا، يعني كوحدة من وحدات العلاقات الدولية. سا ان ايتا، ان ايتا سي تونيتي دي غولاسيون انترناسيونال كي روكوني بار ان رابور et qui est reconnu aussi par un hymne national, qui est reconnu par des limites territoriales, et bien évidemment des limites, j'allais dire maritimes, des frontières maritimes que le monde entier lui reconnaît comme étant les siennes. Mm-hmm. إذا كنت نتكلموا على هذه الوحدة الحديثة اللي يسموها الدولة بالمعنى هذا، الوحدة الدولة ما يهمهاش الهوية في حد ذاتها، لا تهمها الهوية، الدولة يهمها المواطنة، لأن الدولة مبنية على قضية الدفاع عن المصالح العامة، عن المصالح المشتركة لكل من ينتمي إلى ذلك التراث. فكان ينبغي مثلا في الدستور الجزائري أن نتكلم ليس عن الهوية في ثلاث طبقات
كأنها طبقة ملفاوية، يعني الأمازيغية والعروبة والإسلام. بالمناسبة قلنا الأمازيغية يعني نقصدوا اللغة، لكن كلمنا على العربية ما قلناش اللغة العربية، قلنا العروبة. العروبة تشير إلى الإثنية وليس إلى اللغة. دونك لاغابيتي سا رونفوا على الإثني أغاب، سا رونفوا با على لونغ أغاب. مي لا مازوريتي إن فيت أوسي، مي الإسلام إيت إين ريليجيون. Alors, on voit cette triade, c'est comme si c'était des éléments sédimentés et qu'on vient les retirer comme ça, intact, dans une fouille archéologique. Mais qu'est-ce que maintenant, ça ne peut pas constituer une identité dans le sens moderne. Les Jouya al-Jazaïria, kana alayna an nuhaddidaha faqat al-asas al-watana. Bi al-watan wa bi al-Jazaïria, c'est-à-dire l'algérianité. أنا لما أنتمي، أنا مواطن جزائري مهما كان الموقع الذي أعيش فيه في الوطن الجزائري، فأنا جزائري وعندي جميع الحقوق وعندي جميع الواجبات، لكن أنا عندي خصوصية، أنتمي إلى عائلة كما سبق القول في البداية، وأنتمي إلى جماعة أوسع يمكن العشيرة، لكن تكلمنا في مثلا منطقة دينزاب ولا المناطق تاع اخواننا في عند توارق الى غير ذلك، ننتمي الى عشائر، ننتمي وهذه العشائر في بعض الاحيان تتجاوز الحدود الجزائريه، لكن من يعتبر نفسه بانه مواطن جزائري وله بطاقه الهويه الجزائريه فهو جزائري وهو مواطن مدني كباقي الجزائريين الآخرين مهما كان يعني المكان اللي زادوا فيه ولا الاسم تاعهم ولا اللغة اللي يتكلموها إلى غير ذلك. إذن كان المفروض أن يكون هناك نوع من التوازن، التوازن أو جدلية ديالكتيك، سميتها أنا في أحد المقالات سميتها جدلية الواحد والمتعدد، فديالكتيك لا إدوليتيبل. فنحن كمواطنين مدنيين في الدولة الجزائرية نحن جزائريون فقط، والدولة الجزائرية لا يهمها ما إذا كنت أنت مثلا مسلم أو مسيحي أو مسلم شيعي أو سني أو أشعري أو كركري أو متصوف أو يهودي أو إلى غير ذلك. لا يهم الدولة الجزائرية إن كنت تتكلم لغتك الأم هي اللغة العربية الجزائرية أو الخبائلية أو التركية أو المضابية أو الشنوية أو الشاوية إلى غير ذلك، ما يهمهاش الدولة. الدولة واش يهمها؟ تكون عندها سياسة لغوية تعمل عن طريقها في جمع هذا المجتمع لكي يسير في اتجاه واحد. دونك سي اسيغي لا سينيرجي دو لونسومبل دي سيتويان الجيريان دون لو كاد دو لور بروب انتيري، c'est-à-dire pour construire une économie du savoir, une économie tout court qui est prospère et qui revient donc qui est dans l'intérêt de tous les citoyens, construire un État puissant pour pouvoir se défendre contre l'ennemi. Ce n'est pas pour, bien évidemment, l'utiliser, on ne construit pas un État puissant, un État fort contre son peuple, ça n'existe pas. J'allais dire, c'est une hérésie du point de vue de la philosophie du droit. C'est-à-dire, maintenant, la philosophie du droit, et la philosophie du droit, c'est غير معقول بأن نبني دولة قوية لكن قوتها تكون ضد شعبها، بل نتكلم عن قضية الفلسفة القانونية. C'est la philosophie du droit. Je ne suis pas en train de parler de questions d'ordre politique, même si ça peut avoir des incidences de ce type-là. المهم بالنسبة للتصور تاعك أن الهوية لن تكون أبدا جزءا من الواقع. C'est-à-dire que ça n'est pas une matérialité. C'est pas un objet. C'est
pas quelque chose qu'on recherche مثلا dans une fouille archéologique. Mais c'est dire l'houya. L'houya, c'est هي تصور. وفي الغالب يكون تصور هذا في الغالب أقول يكون بعيد عن الواقع. لكن إذا ما رأينا مثلا في دائما 15 إلى الآن يعني لغاية 21 عموما كانت اللغة هي العامل الموضوعي. Okay. Donc, وما يدل على هذا هو الحفريات
المواد الموجودة في الجزائر، ومثلا في نحنش في الصيف ولا في بير العاتر في الشرق الجزائري ولا في معسكر دون دو تيرنيفين الى غير ذلك. كاين هذه الابحاث الاركيولوجيه بينت باللي هذا البشر هذو هم اجدادنا، يعني وكاننا عندنا علاقه جينيتيك مع هذا الاجداد اللي عندهم اكثر من 2,400,000 سنه. اذا كاين تكامل بشري وكاين تكامل لغوي. لماذا كاين التكامل اللغوي؟ كما نقولوا امازيغ، مانيش نكذبوا على رواحتنا. نشوفوا مثلا في مالي، شمال مالي، شمال نيجر، موريتانيا، المغرب، الجزر الخالده، جزيرة كناري، سيوا، في مثلا كل هذه الرقعه اسماء الاماكن، اسماء الانهار، اسماء الجبال، يعني الامور التي لا تتحرك عبر الازمنه وتغيرها يكون بطيء، يعني في الاف سنوات. اسماء الاماكن هي اسماء كلها امازيغيه، واسماء الانهار هي كذلك اسماء امازيغيه، اسماء الجبال هي اسماء امازيغيه، اسماء الكهوف هي حتى افريقيا. كلمه افريقيا جايه من افري، افري بمعنى الكهف. لماذا؟ لانه في البدايه يمكن في وقت الرومان شافوا في منطقه تونس كانوا هي اللي كان يسموها افريقيا، كانت بعض الامازيغ كانوا يعيشون في الكهوف، ودام هذا الحال مثلا الى حتى السبعينيات يمكن تاع القرن العشرين كان مازال الناس يعيشوا في الكهوف. نشوفوا في منطقة بيسكرا بين في المنطقة يعني تاع الشاوية الغوفي، تقدر يعني الإنسان يقدر يروح يزوره الآن، يلقى إلى يومنا هذا بأن كان شعوب الآن ما مش يعيشوا تما، لكن مازالت الكهوف يعني في جدار تاع الفلاز تاع الواد اسمه اسيفا ملال، اسيفا ملال كومبونون انديكاتيف تي اون بربر، ملال تي اون بربر ولا الواد الابيض بالنسبه للناس اللي يتكلموا بالعربيه الجزائريه، الواد الابيض تروح تما يعني تشوف في الجدران تاعهم مازالت الكهوف موجوده. كاين حتى واحد الوقت الجزائر المستقله داروا فيها ان اوتيل في الكهوف، يعني هو كانوا دخلوا في الديكولوجي نتاع المنطقه. اذا افريقيا جايه من افري، من افري كما طفراوي، افران في المغرب الى غير ذلك. اذا هذا لا توبونيمي ليدرونيمي اي لورونيمي اي ميم لانثروبونيمي sont des tatouages sur le corps anthropologique. ما تقدرش تبدلها هكا بسهولة، كان أمور تغيرت. مثلا قسنطينة سموها تيرطا، الفينيقيين هما اللي سموها هكذاك، بمعنى تيرطا معناتها يعني المدينة المقدسة، لأنه الشعوب نتاع المشرق، لأنه الفينيقيين هم جاوا من سوريا ومن المناطق هذيك تاع الشام، كان عندهم في المخيال تاعهم دو لوغ ايماجينير ايزون هذه لا سيتي ساكري لي دار بوتيتر، يعني الفكره هذه تلقاها تلقاها عند سانت اوغستان اللي تسمي لا سيتي دو ديو قياسا الى ولا في مقابل لا سيتي تيغيست. يمكن ابتعد شويه على الموضوع، لكن هذه الامور كلها التراب هو متكامل من مصر حتى الجزر الخالده وحتى منطقة شمال الساحل. إذن هذا التراب. البشرية هي نفسها، طبعا البشرية ما بقتش، ما ماتتش، بقت هي. إذن هناك روافد كثيرة جاءت من الفينيقيين كما ذكرتهم، من اللاتينيين، الرومان اللي جاوا،
من البيزنطيين، من الأتراك، من الفرنسيين، من العرب إلى غير ذلك. فالجزائري الآن لما نسميه جزائري وكفى، ما نزيدلوش التعريفات عربي إسلامي أمازيغي كل هذه الأمور، لما ما نزيدلهاش يكفي، لأنه يدل بشكل طبيعي وصحيح من ناحية الأنثروبولوجيا على ما يسمى في الأنثروبولوجيا بصورة خاصة من التشكيلة الاجتماعية التاريخية، c'est une formation sociale historique, une formation تشكيلة كما يتشكل مثلا الماء في واد، ولا يتشكل مثلا الجبل عن طريق عوامل يعني جيوفيزيك، كذلك البشرية تشكل. هذا التشكل هذا في جميع هذه الروافد المختلفة، والآن الجزائري هو خلاصة من كل هذه التعاملات التاريخية الثقافية اللغوية. ويبدو لي بالنسبة لي إذا كان كنا نبحث عن طريقة لجعل دولتنا الدولة الجزائرية يحس فيها المواطن الجزائري بنوع من الراحة وبنوع من الهدوء والاطمئنان النفسي والثقافي، أن نكتفي بتسميته مثلا في الدستور بالهوية الجزائرية وكفى، ما نزيدلوش حتى حاجة واحدة أخرى، لأنه كل هذه الطبقات الثلاثة المذكورة وكأنها بقيت هكذا لم تتفاعل مع بعضها البعض، وهذا غير ممكن. المواطن ينبغي أن يعيش في وطنه وهو يحس بالحرية ويحس بالحرمة ويحس بالإطمئنان، لأنه لا ينبغي أن يعتبر أن الآخر يعني المواطن الجزائري الآخر من منطقة أخرى أو من دين آخر أو من لغة أخرى كأنه يشكل الآخر، يعني هذا اللي سميناه الأنثرو، ينبغي أن يعتبره جزء من النحن هذا الذي يعيش ويعترف طبعا بالخصوصيات الموجودة لدينا وموجودة عند جميع البشرية. لا يمكنك أن تقارن مثلا، تقارن صحيح نحن كلنا جزائريون، لكن عندنا ثقافة جزائرية، هناك شيء يسمى الثقافة الجزائرية، يعني هي جامعة لجميع ثقافات المواطنين ومختلف الجهات الجزائرية، لكن كاين ثقافات محلية مرتبطة كذلك بلغات محلية جهوية، لأن هو عندنا حنايا في الكونتينون، ما راناش عندنا حنايا ما عندناش برك يعني تراث، رانا 2.5 مليون دو كيلومتر كاري، هذه 2.5 مليون دو كيلومتر كاري كيفاش حبيت تلقى فيهم كاع كيف كيف؟ تلقى الابيض، تلقى الكحل، تلقى يعني اللي عنده البشره تاعو بنيه، تلقى اللي عنده شعر احمر، وتلقى اللي عنده شعر بلون وعينيه زروقا، يعني تلقى كل الانواع هذه. واللي يعيش في منطقه التل اللي هي معشوشبه وفيها يعني اشجار الى غير ذلك، يعني منطقه يكثر فيها النبات، ما تقدرش تكون بالضبط الثقافه تاعو، لأنه يعني يتعامل مع الطبيعة مع المحيط اللي عيش فيه، ما تقدرش تكون كما مثلا الناس اللي يعيشوا في الهضاب العليا، يعني حتى وأهل الهضاب العليا ما تقدرش يكون عندهم نفس الحياة ولا نفس الثقافة طبعا كالذين يعيشون في الصحراء، والصحراء الأولى ليس كالصحراء يعني العميقة. فكل إنسان يتفاعل ويتكيف ويحاول أن يكيف الطبيعة التي يعيش فيها حتى تكون بفائدته، بصالحه وليس لغيره. هكذا تجد إذن تقسيمات، هذه تقسيمات موجودة، لكن الجزائري أنا يعني شفنا الذي متعه مع للأسف مع المشاكل التي حدثت في تنزا وطن، يعني الناس كي يتكلموا تفهمهم ترك العاصمة وتسمعوا يتكلم بالعربية الجزائرية تفهموا،
وتشوف يقول لك انا جزائري وغيور على الجزائر. وكما مثلا تلقى مظاهرات ذات تضامن في منطقه القبائل ولا في عنابه ولا في وهران مع المواطنين في تين طلاطين ولا في تيمياوين ولا في اي منطقه من ابعد المناطق عن العاصمه، يعني في اخر مليمتر مربع من التراب الجزائري، الجزائري يشك بنفسه على انه جزائري على الرغم من مثلا زلنا نذكر منطقه تين طلاطين، تشوف باللي نفس المدينه يعني كاين جزء جاي في الجزائر وجزء جاي في دولة مالي، لكن الشعب اللي يعيش من يعني من الجهتين هو هما نفس العائلات، يعني هما توارد ويعتبروا الثقافة التربية هي ثقافة طبعا مشتركة مع هؤلاء الناس الذين هم بطبيعة الحال من نفس العائلات، يعني عموم ولا أخوال ولا يعني هكذا ولا تابعين الى نفس العشيرة الى غير ذلك. يمكن انه في هذه النقطة ينبغي ان نبين بان الهوية ليست امر ثابت. سني با دي فيكتيتي. هي سان اكزيست ان زوكان بيي دو لا بلانيت، في زوكان بيبل دو لا بلانيت. Une identité fixe. Elle في تغير مستمر. مثلا عند الاستيكاناليز. يعني كما نظرتوا مثلا في التحليل النفسي نظرتوا الافراد، ما نظرتوش الجماعات مثلا. الفرد نفسه يختلف يوميا عن نفسه. يختلف مع نفسه، يعني لو كان جايب الاراء تاعو حتى القضايا اللي تطرح يوميا تلقى باللي مثلا في 10 سنين عنده عشر اراء مختلفه ولا عموما تختلف في تفصيلات. ويبقى يمكن ابتداء يعني الاستكباب الاراء والتصورات يمكن يحدث بعد 40 سنه، يعني لما الشخصيه تاع الانسان تكون تقريبا يعني تثبت. وعلى هذا بالمناسبه كل انبياء ولو انبياء في سن الأربعين موجه ليس أقل من ذلك، يعني يبلغ إلى درجة من الحكمة والذكاء والبيان كذلك مما يجعله تكون عنده رؤية عموما ثابتة. إذا ما كانش ثبات في الهوية إلا في التصورات، الإنسان يتصور باللي وراء نفسه لكن ما كانش منها عمره ولا يبقى كيف كيف. وهذا حالنا حال جميع البشرية. وإذا كانت فيه ضرورة باش نعطي أمثلة ممكن نعطي أمثلة. Très bien. Monsieur Dourali. Oui. On était parti sur une 30 minutes, finalement on a fait une heure, donc à vous écouter, on n'a pas du tout envie de que vous arrêtiez, donc c'est tellement passionnant. Et j'ai eu beaucoup de retours sur ma messagerie privée, donc les gens aiment et adorent. Donc peut-être aujourd'hui, je vous laisse peut-être conclure, comme ça on a fait une heure, et on revient demain aussi pour continuer peut-être avec un autre, pour détailler un peu plus. Voilà, donc, mais c'est, je pense que c'est vraiment, je ne vous ai pas du tout arrêté, je vous écoute, donc c'est très enrichissant. Donc voilà, on rajoute peut-être 5 minutes pour faire une heure, et on revient demain pour aller un peu plus dans le détail avec le même format, et j'ai eu de très bons retours, donc les gens veulent et sont demandeurs. Voilà, donc je vous laisse conclure peut-être. Sur Facebook, c'est ça? Ah oui. Là, je l'ai partagé sur plusieurs pages et dès que c'est fini, c'est enregistré, ça sera partagé, repartagé. Allez, merci beaucoup. Voilà. Je termine là? Oui, je vous laisse peut-être 3-4 minutes, le temps que vous voulez pour conclure. Voilà, pour après, demain, on revient encore pour continuer. Et bien, بعد هذا يعني الدورة يمكن سريعة أثارت
مجموعة من القضايا التي يمكن من خلالها أن نتطرق لقضايا الهوية، وهي قضايا مهمة جدا ينبغي أن لا ننسى، لأن من أخطر القضايا المطروحة في الأمم والتي يمكن أن تشكل لها خطر الانفجار هي قضية الهوية، إذا لم نقم بإدراك أنفسنا ومراجعة أنفسنا بما يخدم المصلحة العامة وليس مصلحة سياسية ضيقة تكون عابرة. تكون ماشي quelque chose c'est pas comme les philosophes le disent ce n'est pas le nécessaire mais le conjoncturel. حنا نحوسوا على ما يجعل الأمور تستتب. أمين معلوف عنده كتاب اسمه ليزيدونتيتي مرقيه. هذا الكتاب هذا انا ننصح الناس باش يقراوه. يمكن انه امين معلوف بقدرات الفكريه تاعو اللغويه قدم هذه القضيه بشكل بسيط جدا لكن يقدم بشكل رائع. هذه اسمها ولم يترجم الى العربيه للاسف الهويه القاتله. إذن المهمة ولم أقدم في قضية الهوية لأنه يمكن أن يطول الكلام فيها إلا بعض العوامل التي يمكن أن ننطلق منها لتحديد هذه الهوية وكذلك حتى نتجنب الغلو في هذه القضايا. فمن ينكمش على نفسه إلي دونز أن كومبلكس إليان ليل يعني وكأنه يدخل في جزيرة ولما تدخل في نفس في هذا المنطق يعني الجزيرة تؤدي بك إلى البيت والبيت يؤدي بك إلى الانفصال داخل العائلة بينما البشرية الآن عندها ميل إلى التفتح على البشرية تلقى لقوات الأوروبيان على الرغم من المشاكل الموجودة فيها ولبريكس من ناحية أخرى إلى غير ذلك. فبين الانزواء على النفس والتفتح ينبغي أن نجد موقف يعني عادل ويكون وسط لنخرج من هذه القضايا. ويمكن كذلك أن نتطرق بحصة أخرى إلى القضايا اللغوية التي سبق أن قلت لأنها لا يمكن أن تحدد في حد ذاتها الهوية لكنها جزء من الهوية. Ok, je vous remercie beaucoup, Monsieur Doulali. Donc, c'était riche, enrichissant et surtout passionnant. Donc, vous avez réussi à nous captiver, donc avec des mots simples, mais l'idée est transmise. Donc, on va continuer dans cette série avec le même format. Donc, parce que j'ai eu beaucoup de retours, les gens, vous arrivez à transmettre l'idée, le message. Donc je vais donner rendez-vous aux gens qui nous suivent et qui écoutent qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux demain à la même heure si vous êtes ok monsieur Doulali. Donc on reste sur 19h30 c'est ça? Oui, 19h30 c'est bien, je serai chez moi et je suis plus à l'aise chez moi. Parfait, donc merci beaucoup. Donc voilà, on va parler de la question linguistique. Exactement, voilà. Donc c'est un autre aspect par rapport aux échanges. Donc voilà, et je vais finir sur ça. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure sur la question de la langue et sur c'est les questions des langues peut-être au pluriel. Donc monsieur Doulali. Voilà, très bien. Donc, M. Doulali va nous éclairer sur cette question. Peut-être, on va essayer peut-être dans d'autres émissions, dans d'autres échanges, pour parler revenir peut-être même sur cette question d'identité, parce que là, vous avez abordé beaucoup de thématiques, mais peut-être on va aller un peu plus dans le détail sur certains aspects ou certains sujets. Donc, voilà, je vous remercie à tous. Bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.